اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة جيمر سيريا. الحلقة ديت هنبدأ الجزء العاشر من سلسلة تختيم سبايدر مان. وغير طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت مش عامل اشتراك انزل طبعا عامل اشتراك، لو مش عامل لايك انزل دعم الفيديو وحط لايك. ده الستور بتاعنا على فيس لحد حابب يشحن في جي تي اونلاين او ريدت او المسك سيج، ودي الصفحة بتاعت الافلام والمسلسلات، وده الجروب بتاعنا، كل لينكات في الديسكربشن او كومنت. ويلا بينا نبدأ في الفيديو. ده مكانه في البنوك مش مراكز اعادة التدوير. يمكن لو لقيت مصدر الطاقة بتاعتها شكلي ممكن اعطل الدايرة دي. محتاج شباكي الكهربية. ده كان مفيد بس شكل الدورة هتحتاج شوية طاقة زايدة. تمام، شكلي في دايرة لسه مستقرة. يمكن في صندوق توصيل قريب هنا كده. قربت اوصل صندوق كمان يأدي الغرض. لقيت. طب انا عملت ده بس كده. طب ايه؟ هو ده. ده ايه الكونتينر؟ بدأنا في اللاج. فاكر هعمل ويندوز مخصوص عشان اللعبة دي. والله ايوه، يعني نخرج منين ده؟ يا ابني انزل يا حبيبي. انا اترحت من هناك. تمام، بعدين انا اروح فين؟ هنا انا موصل. انا قلت خش يا حبيبي. بس يعني بيحطوا الحاجات في اماكن، يعني مش ممكن. ايه كله ايه ده؟ متفجرات من موقع بناء فيسك. معدات كتير بتقنية عالية. مستكشف. أكيد ده المكان اللي هيهاجموه. كل الطرق بنادق من مخزن أسلحة فيسك. شاحنات مفخخة، دي حاجة مجنونة. دي ما كانتش حرب عصابات. الشياطين بيسرقوا من فيسك عشان يطاردوا العمدة أوزبورن. هاي، لقيت لي؟ لا، بس كنت صح. ليه استخدم المكان كواجهة للشياطين، صناعة قنابل وتجارة أسلحة. مش معقول. وشكلهم بيخططوا لهجوم تاني، المرة دي على مكاتب حملة نورمان أوزبورن. أكيد في خلافات بين لي ونورمان أوزبورن. أنا لقيت عنوان هنا، أعتقد ده مكان تجمعهم. لو سرعت ممكن أقدر أوقفهم. خلي بالك. يوري، ده أنا. ممكن تسلم على شركة الشحن الموحد. نزل ايه؟ مش ناويين يخلصوا يعني؟ ده من اول حلقة ولا تاني حلقة؟ لا، من تاني حلقة. لا، التالت. ممكن استخدم الحاجات اللي في مركز اعادة التدوير. ايه ده؟ تمام، حلو، جميل.
أنا بحب أستخدم أسلحة الأشرار ضدهم. أي ماشي، أنا عايز أستخدم دي كمان بعدين. وده يا أصدقائي اسمه عدالة العاقبة الأخلاقية. يعني مثلا نعم ممكن نعمل ايه فين كده، فده هيروح يشوفها. ايه ايه لسوعة وحطني ولا ممكن ممكن يا نهار اسود استراح خلص. موت بقى موت يا عم، موت 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 بسرعة، موت ما تعملش صوت. واو 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 جريت شافوني صح؟ احنا خلص على القناصات الأول صح؟ هو دول مش شايفيني ولا ايه؟ طب نموت بقى. ليه مش موجود هنا؟ انا هدور جوه. ها فاتورة من ورشة عربيات بيل هورس رايدز، تصليحات مكلفة جدا. احلى جهاز استيراد دل. ايه كمان ممكن الاقيه هنا؟ عندهم قواعد في المدينة كلها. ده اكتر من المتوقع، الشياطين دول عندهم جيش. حصل عزيزي. كأن كرباج واحد مميت مش كفاية. طب خد وخد دي. متش خد بقى. أنا معرفش إيه اللي توقعته، بس أكيد طبعا مش ده. يا نهار أزرق. اهلا يا ام جي، اظن اني وقفت هجوم الشياطين على حمله اوزبورن. لا بس لقيت مكان لازم ندور فيه، المكان اسمه بيل هورس رايدز. ايوه كده في حاجه تساعدني هشوفه وارجع لك. هوب هوب نعلي بس ايه تيكا الصوت، حاسس ان هو واطي. انا لقيت الكرباج ده. اي اي وانا بتضرب منين يا ابن الكلب؟
بس بابر السرمة. تمام يا سيلفر بيرد، احنا نازلين المكان. في واحد تاني. الحماية وقفت. دي حاجة جديدة. لا 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 لا، ده بتاعي. تمام. انا هعدم الحقير ده. هاي! مش بنتعامل مع الامور كده في وسط البلد. كود سبايدر مان. واو، قبل ما ننفذ ده انتوا تبقوا مين؟ كود سبايدر مان، كود سبايدر مان، وقف الاوامر. تمام يا كود سبايدر مان، انا عندي رؤيه. استنى سيلفر بير. ده القط. ضربه مني يا ولد. دخول جميل، 8 من اصل 10. حرمة. 9 من اصل 10. سيبها حالا، دي شغالة معانا. يوري، ممكن شرح ارجوكي؟ دي سيلفر سابلينوفا، رئيسة السمور الدولية، قوة أمنية خاصة بيمولها العمدة أوزبورن. أوه، العمدة عنده جيش حيوانات أليفة؟ المرة الجاية اللي هتقف في طريقي مش هكون لطيفة خالص. امشي. قتل قط. نتكلم بعدين. قبل كلمتين ومشي. اهلا، اسفه بخصوص السمور. المفروض كنت اقول لك قبل كده، بس كل حاجه حصلت بسرعه. احنا مش صحاب. الموضوع خد منحنى سخيف. العمده بيثق في السمور ومش هيشك فيهم. هنوفر مكمل ان شاء الله قصه في الحلقه اللي جايه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا بالاشتراك ولايك عشان تقدروا تشوفنا وتعرفوا فيديوهاتنا الجديده. كان معاكم امين من جمهور الجزائر، نشوفكم فيديو جديد. سلام.